أهلا بكم. الحقيقة من ساعة ما السيسي طلع وقال لك هندرس عودة الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية اللي جاية، بعض الناس الغلبانة في دماغها طلعت تهلل وتقول لك ده دليل على نزاهة الانتخابات اللي جاية وإنه هناك فرصة للتغيير. الناس دي يا حضرات لا بتقرأ تاريخ ولا بتقرأ المشهد بشكل كويس، وزي ما قلت لحضرتك بالنص من زمان قوي، اللي ما يراش تاريخ ده يعرف ان هو رايح للهلاك. لا ده كمان قعدوا يقولوا لك ان احنا محتاجين بقى نرتب امرنا ونشوف مين البديل المدني اللي هنرشحه قدام السيسي، وطلع بقى فيهم حد يطلع يقول لك يلا بقى قدامكم فرصه تختاروا اسم قبل الانتخابات، يلا يا جماعه اسم قبل الانتخابات. بس انا هنا ولاني اعتقد ان انا قارئ تاريخ كويس، هنا من هنا كنت واقعي جدا وقلت لكم على حد تعبير الشباب الصغيرين ده بلح. بلح يعني لا شيء، يعني أضغاص أحلام، يعني ولا أي حاجة. من أول ما طلع القرار بتاع بندرس الإشراف القضائي وأنا قلت لكم السيسي بيقول كده بعد ما قضى على منظومة العدالة في مصر، والسيسي بيعمل كده لأنه بيغازل اللي بره عشان يعمل انه قال ايه في انتخابات وفي حريات وفي مرشحين، لكن كل ده بالنسبه لي ولا زال كذب. هفكرك بالفيديو ده اللي كان في 29 مارس، شوف ويضحك عليك ويقول لك ده كان في اشراف قضائي. والله كان في قاضي على كل صندوق مش كل لجنه، لا افهم، كان في قاضي قاعد على كل صندوق. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. طب وبعدين ما اتزورتش اهي. لكن هو السيسي مش همه لا انت ولا القضاء. القصه ان السيسي بيغازل اللي بره، بيرد على اللي بره ويقول للموهمين اللي جوه بين انتخابات هيكون شكلها حلو. والله اعمل لكم انتخابات بقى، والله ما عملتها غير لحماتي اللي انا ما شفتهاش، حاجه بقى زي الفل، ترط وشموع بقى وجو وزينات متعلقه واشراف قضائي كامل وكمبارسات جاري البحث عنهم بواسطة عباس كامل، ويفضل القضاء والغائب الحاضر. ومع كنت مدرك انه لا دي هزار ودي تمثيليه. واحد تاني بقى قال نفس الراي وقال لك السيسي عمره ما هيسلم السلطه بانتخابات ومش هيقبل ياخد لقب الرئيس سابق. وسال الراجل المحترم ده وقال لك لا يا جماعه مين مصدق القصه دي؟ مين بقى المحترم اللي قال الكلمتين دول؟ الدكتور هاني سليمان. مين هاني سليمان؟ ده طبيب أمراض جلدية، مدير التسويق سابق بشركة فايزر. دي صورته الراجل ده. ما اعتقدش الراجل ده شكله كده يوحي بأنه إسلامي أو جاي من طيار إسلامي. اعتقد أنه الراجل يعني بيتكلم على قناعة أنه لا. ايه بقى اللي عمله الدكتور هاني سليمان؟ الدكتور هاني سليمان عمل حاجة بسيطة جدا، راح كتب البوست ده على الفيس، قال رأيه في الانتخابات الرئاسية اللي جاية. خد بالك ده قال رأي، مش هيترشح، ده قال رأي. في فرق بين أنا أقول رأيي وإن أنا هترشح. هترشح يبقى أنا قلق، لكن ده أنا قلت رأي. إحنا يعني يدوب لسه في مرحلة الرأي. نشوف كده بوست الأستاذ الدكتور هاني بيقول إيه. قال الدكتور هاني بالنص كده بيقول انه من الحقيقة المؤلمة، من يفكر، اللي بيفكر بس، من يفكر او يعتقد او يتخيل او يتوهم انه يمكن ازاحة نظام السيسي عن طريق انتخابات ديمقراطية شفافة حالم او واهم او نائم او في غيبوبة. السيسي لن يقبل أبدا 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 أن يصبح رئيسا سابقا، ولا يمكن أن يتصور نفسه واقفا في قفص الاتهام. يا سلام يا سلام، أمام محكمة عسكرية أو مدنية ليحاكم على جرائمه. ولا يتخيل السيسي أن يصبح حاكما سابقا يبحث عن مهرب أو مهجر أو ملجأ يعيش فيه بعيدا عن مصر، خوفا من كشف جرائمه وفضائحه
وفساده وفشله وخوفا من محاكمته على أيدي النظام الجديد، ويطلب من الشعب الذي حكمه بالحديد والنار. لا يمكن، أو بطلب قصدي، لا يمكن أن يتصور السيسي نفسه لاجئا يعيش في السعودية مثلا مع أسرته كما فعل زين العابدين بن علي رئيس تونس المخلوع، أو يعيش في الإمارات كما فعل برويز مشرف رئيس باكستان المخلوع، ويصبح عرضة للمطاردة من سلطات بلده ومحاكمته بتهم الفساد والفشل وسوء الحكم وإغراق مصر في الديون ونهب ثرواتها وبيع أصولها ومنع الحريات وتكميم الأفواه وانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. السيسي الذي قال ربنا خلقني طبيب أشوف وأوصف، ربنا قال لي أخلي معاك البركة، ففهمناها سليمان، أنا قعدت 50 سنة أدرس يعني إيه دولة، ما تسمعوش كلام حد غيري أنا بس، وإلى آخره من الكلام الذي يدل على مغالاة كبيرة جدا لقيمة نفسه، والتي تصل إلى حد الغرور أو حتى إلى حد الخبل، واعتقاده أنه موحى إليه أو مكلف بمهمة ربانية لن يسمح أبدا 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 لأي شخص أن يزيحه من مكانه أو يقصيه من على كرسيه الذي يعتقد أنه منحة من الله عز وجل كما قال هو نفسه. السيسي المهووس بدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر مسجد وأطول برج وأعرض كوبري وأعلى سارية علم وأثقل نجفة إلى آخره، يعتقد أنه سيدخل التاريخ بهذه الإنجازات الوهمية، أو يعني بهذه الإنجازات. الراجل شايف كده، وبالتالي لن يسمح أبدا لأحد أن يمنعه من تحقيق تلك الإنجازات والمعجزات والكرامات التي أوحى له الله بها. هذا الهوس بالإنجازات المزيفة يغذيه في عقل السيسي وقلبه كل الملتفين حوله، كبار قادة القوات المسلحة، القابضون على الحكم والسلطة والاقتصاد والثروة، الإعلاميون الداعمون له، المسوقون لشخصه وإنجازاته للشعب المصري، شيوخ السلطان الذين يقدمون للسيسي أو يقدمون السيسي للشعب على أنه ولي من أولياء الله الصالحين، والنخبة المثقفة المزيفة أمثال طبعا أنتم عارفين بقى إبراهيم عيسى وخالد منتصر وغيره يعني، التي تتبوأ الصدارة في مجالات الفكر والثقافة والفن، ولأن هؤلاء جميعا مستفيدون من السيسي وحكمه ونظامه، فهم مستميتون في الدفاع عنه وحمايته، ولن يسمحوا أبدا بإزاحته عن الحكم، وإلا ضاعت كل مكاسبهم ومصالحهم وامتيازاتهم ومناصبهم وثرواتهم، وخاصة إذا كان الوافد الجديد مدنيا ولا ينتمي للمؤسسة العسكرية. في وجود كل تلك العوامل والظروف والملابسات والشخصيات، أتعجب كثيرا ممن يعتقدون أنه يمكن أن تجرى في مصر انتخابات ديمقراطية حرة نزيهة وشفافة، يفوز فيها شخص مدني على السيسي وينتزع منه حكم مصر. أما القوى السياسية الوطنية وأحزاب المعارضة الكرتونية ورجال الدولة المدنية الذين يصرون على أنه يمكن لمدني منافسة السيسي والوصول لحكم مصر، فهؤلاء إما طيبون جدا أو سذج جدا أو على نيتهم جدا جدا جدا، ولا أقول متواطئون أو موالسون أو منتفعون. فإذا سألني أحدهم كيف سيرحل السيسي، إذن سأجيب عليه أنني أعتقد وفي رأيي المتواضع جدا أن السيسي لن يرحل إلا بواحدة من ثلاث: إما بانقلاب عسكري جديد قد يكون انقلابا صريحا أو غير صريح، أو بإرادة من الله عز وجل وانتهاء العمر لأي سبب، أو بانتفاضة شعبية ساحقة تهدد بخراب البلد فتضطر شلة المنتفعين من السيسي للتخلي عنه، وهذه بالذات لا أتمنى حدوثها أبدا. أعتقد أن مواجهة الحقيقة المؤلمة أفضل كثيرا جدا من التعلق بأمل كاذب أو بوهم خرافي أو السير وراء أوهام أو أكاذيب أو تضليل.
الكلمتين دول يا حضرات ما قدرش يتحملهم السيسي ولا قدر يتحملهم المنتفعين والجوقة اللي شغالة ورا السيسي. الكلمتين دول وجعوا السيسي وآل السيسي وقوم السيسي. ما احنا قلنا نتعلم القرآن الكريم وحتى الإخوة المسيحيين لا ضرر ولا ضرار نتعلم انه ربنا قال على فرعون فرعون وآل فرعون وقوم فرعون. واللي طبق النموذج ده الحقيقة وفسره كويس جدا وانا قلت الكلام ده هنا كتير هو المفكر الكبير المصري اللي ما كانش متأسلم جمال حمدان. في شخصية مصر تحدث عن الفرعونية وأنها نظام وليست فرد، عشان كده هو اللي أطلق المصطلح ده فرعون والذين معه. الكلمتين دول ما استحملهمش السيسي اللي بيروج الانتخابات 2024 واللي بيضحك على الناس انه ممكن يكون في امل بالتغيير لغايه ما يمر الانتخابات ونخلص. السيسي ما استحملش البوست ده خالص، فما بالك بقى بمنافسه وانتخابات ومناظرات وكشف جرائم. هوب ما استحملش السيسي البوست فقرر يعمل الاتي. اختفى الاستاذ الدكتور هاني سليمان، اختفى خالص. وبدات الناس تتكلم على انه الاستاذ الدكتور هاني سليمان مختفي. ادي بوست اهو الاستاذه اميره او الدكتور اميره مفتوح: الدكتور هاني سليمان مختفي عن الفيس منذ 3 أيام على غير عادته وموبايله مغلق، عسى ان يكون بخير. لكن خبر الاختفاء ما طولش قبل ما تم الاعلان عن اعتقاله، وما شفعش للراجل، كبر سنه ولا مكانته العلمية ولا إنه واحد من الخبراء اللي اشتغلوا في مناصب قيادية زي شركة فايزر وتجرع التخشيبة زي ما كتب المهندس أبو العيلة ماضي. علمت منذ قليل بخبر القبض على الدكتور هاني سليمان منذ يوم الثلاثاء قبل الماضي 27 مارس 2023، والآن في السجن أبو زعبل. ودكتور هاني لمن لا يعرفه طبيب كبير متخصص في الأمراض الجلدية، ده اللي كتبه الراجل يعني، وخبير تدريبي وتسويقي، وسبق له أن رأس قسم الشرق الأوسط للتسويق في شركة فايزر للأدوية، وكاتب حر ذو قلم رشيق وخاصة على وسائل التواصل. ولا أعلم أي جريمة ارتكبها الدكتور هاني سوى أنه قال رأيه بس، يعني كتب بوست على الفيس بس، ما فيش أكتر من كده. وعلي من الشجاعة، أبدا أن هذه الدرجة من الشجاعة أصبحت غير مقبولة بل تحولت إلى تهمة. أسأل الله تعالى أن يعجل له بالفرج هو وكل المظلومين، اللهم آمين. السيسي مش مستحمل يا حضرات، الراجل مش مستحمل، مش قادر، يعني مش قادر يستحمل كلمة كتبها حد على الفيس، فبالك بانتخابات ومنافسة جادة. أو على رأي الأستاذ سليم عزوز اللي علق على اعتقال أو خبر اعتقال الدكتور هاني سليمان وقال: الأيدي المرتعشة لا تقوى على البناء. اسمع بقى حد، اسمع انا حد من اللي ماله الدنيا صريخ واحلام واماني. اسمع معلش اللي بيقول ان احنا ممكن نغير بالطريق الانتخابات. اسمع بقى اللي بيطبلوا لعودة الاشراف القضائي. نسمع بقى كده. ادي المروجين للمخدرات: الوطني استجابة الرئيس المقترح مدى الإشراف القضائي الانتخابات يؤكد حرصه على الشفافية والنزاهة. النزاهة دي تبقى استجابة لتاريخية من السيسي لمقترح الإشراف القضائي الانتخابات. نواب الدولة تبرهن على رغبتها في ضمان نزاهة الاستحقاق. كلام فارغ. النائبة رغدة: استجابة الرئيس كلام فارغ. أنا لا أؤمن بهذا الكلام يا حضرات. أيمن محسب مثمنا كلام فارغ وكلام ملوش لازمة، وأرجو أنك ما تسمعلوش. ده واحد اعتقلوه عشان كتب بوست، مش إخواني ولا جماعة إسلامية ولا جماعة إخوانية ولا إرهابي ولا حتى رشح نفسه الانتخابات. السؤال بقى: ما رأي دعاة فرصة التغيير وبديل المدني؟ إيه رأيكم دلوقتي بعد اعتقال هاني سليمان؟ السؤال التاني: طب إيه رأي الناس اللي في مصر في اللي بيحصل في مصر؟ خلينا نشوف تعليقات على اعتقال الدكتور هاني سليمان. تم اعتقال الدكتور هاني سليمان بعد تعبيره عن رأيه، وطبعا قائمة التهم متحضرة سلفا.
كلما تم اعتقال صاحب رأي حر أعلم يقين عن يقين أنه يعاقب على رأيه الذي يكفله له الدستور والقانون، كما يتأكد لي أن السجون فيها كثيرون من أفاضل المصريين الأبرياء الذين لا جريمة لهم إلا التعبير عن رأي مختلف مع العقيدة الرسمية لنظام الحكم. أطلقوا سراح الدكتور هاني سليمان. الكشف عن اختطاف الدكتور هاني سليمان، ده الأستاذ هيثم أبو خليل بيقول، والتهمة بوست على الفيسبوك، لماذا تخشى العصابة من كتابات فردية هنا وهناك لبعض الفرسان المصريين؟ أين النيابة؟ أين القضاء؟ أين مجلس الشعب؟ أين الطابونة؟ الخلاصة حضرات، قالها الدكتور هاني سليمان، السيسي مش هيمشي غير بواحدة من الثلاث سيناريوهات دول، إما انقلاب صريح أو انقلاب ضمني داخل البيت الفاسد نفسه. شخص ما حاسس بمشكلة وحاسس إن البلد راحت في داهية. النهاردة الدولار بقى ب38، أبعت لك يا علي معلش زي بعضه، معلش يا ابني أهو أبعت لك الصورة بتاعت البوست، بس أنا طبعا إيه هبعتها لك، على فكرة دي بتاعت تجار الذهب في مصر، وطبعا أنا يعني أهو سوق الذهب في مصر، آدي سعر الذهب أهو، وسعر الدولار طبقا للذهب ده يصبح دلوقتي كما يقول المستشار الاقتصادي سعره 38 جنيه 86 قرش. 38 جنيه 6، ده الذهب وصل لكام يعني؟ انا ما ببصش على الارقام. 2210، 2190، والبيع 2210. يعني كده يا حضرات، طبقا للخبير الاقتصادي هو مستشاري انا ومستشار البرنامج وله كل الشكر والتقدير، بيقول لي طبقا لاسعار الذهب دلوقتي، لا جديد في اسعار الذهب عن امس، سعر الذهب دلوقتي، سعر الدولار دلوقتي حسب سعر الذهب 38 جنيه و86 قرش. دخلنا اهو بيلمس في 40. هي كلمه هقولها قبل ما نقفل الخبر بتاع الدكتور هاني سليمان. الدكتور هاني سليمان بيدافع عنك، انسى بقى العمده والعمده جعفر وستهم، انسى الحاجات دي. هاني سليمان كان مدير إقليمي لشركة فايزر، يعني كان يقدر مرتبه بالدولار. عارف يعني ايه مرتبه بالدولار؟ يعني الراجل ده كان يقدر يشتري جزيرة ويخت فضي على رأي الأستاذ محرم فؤاد، ويقعد كده على رأيه، لو 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 كان بإيدي كنت أخبيكي في وريدي، ويقعد بقى يعيش ما بين أوروبا وأمريكا وجزر البهاما، ملوش دعوة بالدنيا يعني. إنما الراجل بيدافع عن بلده، شايف بلده رايحة في داهية وراحت في داهية خلاص، وبالتالي بيدافع عن بلده، بيدافع عن بلده اللي هي انت. فانت اذا ما وقفتش مع الدكتور هاني سليمان، الدور جاي عليك بكرة. ما تصوتش، ما تعيطش، وافتكر القاعدة القرآنية، كنا نخوض مع الخائضين. ايه اللي حشركوا في سقر، في جهنم، في قعر جهنم؟ قالوا ربنا وللملائكة احنا كنا بنخوض مع الخائضين، مش هتنجيك برضو دي. اقفوا جنب الدكتور هاني سليمان، اكتبوا هاشتاجات عليه، الراجل بيدافع عنكم، الراجل كان في غنى صريح عنكم. طلع له تاني كان بيشتغل ايه الراجل ده؟ دكتور امراض جلدية. يعني الراجل ده لو راح عمل عمليات تجميل كانت خلصت الليلة معاه خلاص. وكان مدير في شركة فايزر، اكبر شركة ادوية في العالم. وده الفرق ما بين البني آدم وبني الحمير، إن البني آدم بيبقى مهموم، يعني بيبقى قلقان، ما بيفكرش في نفسه بس. مش كونك دكتور كبير أو كونك مهندس عظيم أو كونك صاحب شركة وقادر تجيب أكل وبيتك وتعيش حياة الرفاهية وتسكن في التجمعات أو في الكومباوندات الفظيعة دي، ده ما يخليكش أبداً تستغنى عن قضايا البشر والاهتمام بالناس، لأنه في الآخر دي مسؤوليتك أنت فيما يسمى بالمسؤولية الاجتماعية. ده رجل وطني، واحد من أخلص الرجال، أو على رأي السادات لما نعى عبد الناصر، فقدت مصر اليوم رجلا من أشجع الرجال. ربنا يديله العمر ويديله الصبر ويهون عليه بلوته، بس أقفوا مع الدكتور هاني سليمان. الأسوأ لم يأتي بعد.
خدع مني واسكت، الأسوأ لم يأتي بعد. ده مش كلامي ولا أتمناه بالمناسبة، ده كان تقرير لموقع ميدل إيست آي البريطاني عن أزمة الديون. التقرير مترجم قدام حضرتك. أزمة الديون في مصر ليس لها مخرج واضح، الأسوأ قادم. قادم؟ أمال اللي احنا فيه ده إيه؟ لا ده أسود، لسه بقاش دارك، لسه بقاش كحلي. تمر مصر بإحدى أزمات الديون الأكثر دراماتيكية في تاريخها، كنتيجة مباشرة لنموذج النظام الرأسمالية العسكرية لتغذيها الديون. تم تخفيض قيمة الجنيه 3 مرات في العام الماضي وفقد نصف قيمته، حيث وصل التضخم إلى مستوى قياسي فوق 40%. بمناسبة التضخم، أيوة صح، الجماعة حبايبي اللي هم أنا عارف إن أنا هوا والله، بس أنا بقول لحد حاجة عشان يبقى معايا يعني. بمناسبة، طلع لي بقى صورة 200 جنيه كده الله يخليك. بمناسبة التضخم، أم واحد صاحبي بعت لي الصورة دي صورة 200 جنيه مصرية عليها توقيع مين يا حضرات؟ حسن عبد الله. مين حسن عبد الله؟ حسن عبد الله ده المحافظ اللي بقاله 6 شهور. الله، طب ايه المشكلة؟ ما هو محافظ البنك المركزي لازم يمضي على الورقة. ايوه. فهو الراجل كتر خيره يعني قال لي انا رحت اسحب فلوس من مكنة الاي تي ام، كانوا حوالي 10,000 جنيه، فئة ال 200 جنيه كلهم كانوا برقم تسلسلي متتالي ممضيين من المحافظ الجديد حسن عبد الله. حط الصورة جنبي كده الله يخليه. ايوه انا احب الحاجات دي بقى. ممضيين من حسن عبد الله اللي لسه بقاله 6 شهور. ده معناه ان في مصيبة، بنطبع ورق بدون ما يكون له اي غطاء نقدي وبدون اعدام اوراق القديمة. والدليل على ده انه لسه في اوراق 200 جنيه ممضية من طارق عامر ومن هشام رامز موجودين في السوق. يعني حضرتك كده بتلاقي ورقة ب 200 جنيه عليها توقيع هشام رامز. حد فاكر هشام رامز يا حضرات؟ افتكر معايا كده هشام رامز ده مشي من ساعة الحفر الترعة، ماشي، ما زالت الورقة دي موجودة، ال 200 جنيه وورقة 200 جنيه طارق عامر موجودة، ودلوقتي بنعمل ورقة بتوقيع حسن عبد الله اللي بقاله ايه 6 شهور. طب ايه المشكلة؟ قالك على الاقل احنا لو بنعدم ورق بقدر المطبوع في اي ورقة موجودة عليها اسم هشام رامز هتبقى غالبا مش موجودة. يعني انت لو بتعدم الورق القديم بقدر ما هو موجود مش هتبقى ورقة هشام رامز موجودة. الامر الاهم انه فئة ال 200 جنيه مستخدمة بكثرة بين المصريين، وبالتالي فالعمر الافتراضي بتاع الورقة بيبقى أطول، يعني بيقعد كتير. ليه تمضي حسن عبد الله؟ ليه الأخ حسن عبد الله لسه 6 شهور وجاي يمضي على ورقة ال 200 جنيه؟ إلا إذا كان بنطبع. ده دليل يعني إحنا بنطبع. طب بنطبع ليه؟ بنطبع لأنه أنت عندك مشكلة في رواتب الموظفين، يعني ده ديون داخلية عايز أسددها. أسددها إزاي؟ إيه ديون داخلية؟ ما هو المرتب بتاع الموظف ده دين على الحكومة، والحكومة معهاش، نعمل ايه؟ خد دي كمان نطبع بقى. طب ايه دليلك انك نطبع الورقة دي؟ ان حسن عبد الله لسه جاي من 6 شهور ومضى الورقة ب 200 جنيه. بينما ورقة هشام رامز موجودة 200 جنيه وورقة طارق عامر موجودة. فشكرا للأخ المحترم اللي بعت لي المعلومة دي. وزي ما قلت لكم على رأي الأستاذ اللي قال لا ما أنا بفهمش المكعب اللي انت بعته ده بقى، لا مش هفهم أنا المكعب، بعت لي المستشار مكعب كده ولا هفهم. أنت فاكر أن أنا ليه في الأرقام؟ ده أنا في الأرقام عام حيسي. بعد كل ده يا حضرات، أو الورقة أهو، حد بعت لي صورة تانية هي حد بعت لي التسلسل أهو. كتر خيرك والنبي الناس في مصر دي جميلة والله. بص يا علي، خد يا علي وعيش حياتك وذكرياتك كلها اهو. خد التسلسل ده، ادي تسلسل لورق مطبوع. الاخ بيطبع ورق، وصلك يا علي؟ زيع. بس انا بفهمك، انت داخل، انت خلصت يا معلم، انت خلصت، انت انتهت معاك الليله خلاص. هشام رامز اللي كان محافظ البنك المركزي قبل دورتين لطارق عامر سنه 14، اتفرج حسن عبد الله
شوف الامضى حسن عبد الله لحق امتى يجي حسن عبد الله؟ لحق امتى يمضي؟ طب ما ورقه هشام رمز موجوده، طب ما ورقه طارق عامر موجوده. ليه بتعمل كده؟ عشان عنده دين داخلي. ايه الدين الداخلي؟ اللي هو مرتبات الموظفين. طب نسددها ازاي؟ معناش فلوس. اطبع يا معلم. عشان كده انا اشك ان التضخم 40%. انا راجل اقتصادي ولا بفهم في الاقتصاد؟ انا لا افهم في الاقتصاد. لا ايه يا علي انت كاتب لي؟ لا ايه مش عارف انت كاتب لي لا ايه. وصلت اهي اهي. طب اهي اهي حسن عبد الله يا عم قديمه ايه؟ حسن عبد الله. لا بس هنا تسلسل، هنا مترتبه كام ورقه. بص التسلسل بتاعها يا علي، انت ما تفهمش في الورق ولا ايه؟ لا لا ما تفهموش غير لما تمسك في ايدك. يعني ده دي مش ورقه واحده، ده مجموعه ورق باسم حسن عبد الله، متينات يعني كلهم متينات اهو متينات. حسن عبد الله جاي من 6 شهور، بتطبع ليه الكميه دي؟ اللي اذا كنت انت بتطبع ورق ملوش ثمن. بعد كل ده الأسوأ لم ياتي بعد. بعد الديون اللي عدت 192 162 يا علي مش 160 162 مليون جنيه مليار سوري دولار 162 مليار دولار مش 160 زي ما انت كاتب دلوقتي. بعد ما الجنيه قدم مستوى زي النيل السنه اللي فاتت ينتظر مستقبل غامض زي بتقول التقارير مش انا. التقارير بتقول ارتفاع سعر بيع الدولار في السوق السوداء، التقارير اللي بتقول ارتفاع بيع السوق السوداء بالمصريه الى مستوى غير مسبوق. إنا لله وإنا إليه راجعون. مبيعات سندات الخزانة المصرية تهوى خوفا من انخفاض الجنيه. يا فؤادي يا فؤادي. الرجل قال إيه بقى؟ الرجل قال يعتبر الجنيه من بين أسوأ العملات أداء في 23. على فكرة ست عملات هما الأسوأ أو في المرتبة السادسة حاليا، مع توقع بعدما أن العملة قد لا يزال لديها مجال لمزيد من الهبوط، ويحتل الجنيه المصري حاليا المرتبة السادسة بين أسوأ العملات أداء منذ الأول من يناير، مواصلا انخفاضه الذي جعله يفقد أكثر من نصف قيمته. هوى الجنيه إلى مرتبة وحشة جدا. وزي ما قلت لك كده الراجل الشاعر قال يا فؤادي لا تسأل أين الهوى، كان صرحا من خيال فهوى. والنبي تسمع الست وهي بتقول كان صرحا من خيال. اسمع بس كان صرحا من الست بلحن رياض الصنباطي. اللي بيحصل في الجنيه وتدمير سوق العمل ووقف حال البلد اتكلمت عنه صحيفة جيراننا هارتس العبرية في مقال تحليلي بعنوان الأوبئة العشر اللي بتهدد الاقتصاد المصري الرسمي، واللي بيدور حوالين سيطرة الجيش وعصابة الجيش على الاقتصاد وخنق القطاع الخاص وتدهور وضع الاقتصاد غير الرسمي في البلاد. هارتس، ادي الخبر من هارتس، الاوبئه العشر التي تدور حول الاقتصاد. ارحمنا. اطلع بقى بالتوقيت ده هارتس الاسرائيليه. ده حضرات ادي اهي الاوبئه العشر، ادي لخصنا لك في الجراف ده. القطاع الخاص يتقلص بعد ازاحته من امبراطوريه الاعمال الجيش. القطاع الخاص مقيد بالقواعد واللوائح والبيروقراطيه. الدولة لا تفتح الباب للشباب في ريادة الأعمال في هدر لرأس مال البشري. عدم الاستفادة من الشباب في الأعمال مخرج من المستنقع. الدولة تلقي اللوم على تجربة مبارك وعبد الناصر الفاشلة ورأس مالية مبارك يعني. الدولة خلقت وظائف غير مجدية وقوة عاملة متضخمة وغير فعالة. موظفي الاقتصاد الغير الرسمي في وظائف ذات رواتب منخفضة. موظفي الاقتصاد غير الرسمي لا يتوفر لديهم الأمان الوظيفي. موظفي الاقتصاد غير الرسمي لا يتم دعمهم. الإجراءات الحكومية تساعد في خفض إنتاجية الدولة. يا حضرات الأسوأ لم يأتي بعد. وأنا قدامي تقرير هنا والله العظيم شفته زعلت عليه. التقرير بيقول الآتي وأنا هبعته لك يا علي وإنت حر ما لم تضر. مش هم بيقولوا كده؟ خد الخبر ده. ده طبيعي بقى جدا في وسط الزيطة دي إنك تلاقي إن الجهاز المركزي للإحصاء بيقول ارتفاع عدد الحاصلين المصريين على جنسيات أجنبية ارتفع بنسبة 11% عام 22، ومنهم 40% تنازلوا عن الجنسية المصرية. طبعا ما هو هيعمل ايه يعني؟
يعني أكل العيش مر يا ابن عمي. على أي حال ده حضرات الوضع دلوقتي، عشان بس تعرف حضرتك أن أنت عايش في دولة تكاد تكون انتهت. نحن الآن نشهد نهاية دولة بناها محمد علي سنة 1805. الاقتصاد غير الرسمي اللي اتكلمت عنه أرتس ده اللي أنقذ مصر في 2011 و2013 وفي 2022، واتكلم عنه الخبير الاقتصادي وائل النحاس مع البي بي سي في ديسمبر اللي فات. الفيديو ده حضرتك قلت في البداية أنه الاقتصاد الغير رسمي هو اللي استطاع أنه ينجو الفترة، هو اللي نقص مصر في 2011 ونقص مصر في 2013 وبينقص مصر بالفعل في 2022. لون الاقتصاد الغير رسمي ده اللي أنا داخل النهاردة عشان أقننه، لو دخل القنن هيحاصل بالضبط كل الشركات اللي بتقفل اللي ليها عشان المواد خير موجودة في المواد. اشرح لي يعني إيه اقتصاد رسمي بينقص مصر؟ يعني دي مثال حي. اقتصاد رسمي يعني شغال مع دلوقتي. الاقتصاد غير الرسمي في 2023 هارتس بتقول هارتس علي بتقول ان السيسي بيخلص عليه. مين بقى اللي جاي ينقذ مصر؟ السيسي انتهت، تجربة السيسي انتهت. خدها مني بقى الكلمتين دول واتحاسب عليهم يوم الدين. تجربة عبد الفتاح حسين خليل سعيد السيسي انتهت، وللأسف انتهت وخدت معها مصر، مصر العظيمة، مصر بتاعت مصطفى اسماعيل، عبد الباسط عبد الصمد، فؤاد حداد، صلاح جاهين، رياض السنباطي، أم كلثوم، الموجي، عبد الوهاب. مصر دي بتاعت صلاح طاهر والأخوين أدهم وسيف ولي، مصر بتاعت طه حسين ونجيب محفوظ توفيق الحكيم. مصر دي انتهت بنهاية فترة السيسي. بمناسبة بقى صلاح جاهين، نشوف الخبر الجاي. شهر رمضان هو شهر عبادة وصوم وصلاة وتمثيليات. احنا كده، احنا العرب كده، أمة العرب كده. شهر عبادة، عندنا شهر رمضان كده شهر عبادة وصوم وصلاة ومسلسلات بنفرتكها. أنا أعرف ناس بتقعد تفرتك بالثلاث أربع حلقات. والله مش عشان حاجة، عشان تشوف الممثلة الفلانية نافخة شفايفها، حطت سيليكون قد إيه، بتوزنها يعني، ويشوفوا فلان اتجوز فلان ده طلقها في الحلقه اللي فاتت والحاجات دي. احنا استطعنا ان احنا نحول هذا الشهر الى كميه من النفايات البشريه بتسمى اعمال دراميه. اللي المفروض فيه الدراما فيه تبقى زي زمان كده، يعني زمان كنا بنشوف مسلسلات مثلا لا اله الا الله او محمد رسول الله او عصر الائمه. طب بلاش، كنا بنشوف الشهد والدموع. استنى بس، عشان هم الجماعة الإسلاميين بيحبوا المسلسلات الإسلامية. لا، أنا أكلمك بقى على مسلسلات مش إسلامية. كنا بنشوف في هارون الرشيد، كنا بنشوف في الشهد والدموع، العائلة، الليالي الحلمية، المال والبنون، رأفة الهجان، جمعة الشوان، دموع في عين وقحة يعني، التعلم. كنا بنقدم المصريين وجبة متكاملة كده، ده أيام ما كان التلفزيون بيلعب الدور الحقيقي. مسلسلات رمضان السنة دي الحقيقة اختلفت. حد فيكم لاحظ إنه مسلسل الاختيار ما عادش موجود؟ لا موجود. لا أنت غلطان. لا أنت غلطان، أنا هقول لك. مسلسلات الاختيار موجودة، بس بدل ما كان مسلسل بقى بيتفرط كده في مسلسلات. يعني أديك مثال، خد مثال مثلا صريح وواضح، مسلسل اسمه سر الباتع، كتب قصته الأستاذ الكبير يوسف إدريس وكتبها زمان. الأخ خالد الفورتيكا، خالد النسوانجي، راح حول المسلسل ده من مسلسل تاريخي بيحكي عن حاجة في فترة الحملة الفرنسية في قرية شاتانوف اللي هي في الدلتا، حوله فجأة في الحلقات الأخيرة دي إلى أنه يتحول يبقى الاختيار. هتقول اختيار إزاي؟ أقول لك بس إيه ده بس. أنت شوف الحلقتين اللي فاتوا، فجأة كده راح اختار على شخصية أحمد صفوت، ضابط في الجيش بيحارب الإرهابيين في سيناء. إيه علاقة ده بنابليون؟ ما تقلقش، ما إيه علاقة ده بصلاح بيوسف إدريس؟ مش مهم. وفجأة بقى الضابط ده لازم يموت. ليه؟ عشان يتعمل له جنازة عسكرية وعشان نتكلم عليها. الاختيار يا غانا، هو الاختيار
بس المرة دي دخل في سيره الباتع. ليه؟ لأنه الأخ اليع، ولا يطلق على خالد يوسف إلا يع، إلا أنه مدعي، مدعي أساء ليوسف إدريس وأساء لقصة عظيمة عمل اليع ده اللي اسمه سيره الباتع ده. وأنا الحقيقة قاعد لسيره الباتع، أنا بشوفش حاجة في رمضان غير سيره الباتع. ليه بقى بشوف سيره الباتع؟ لأني أعرف القصة، ولأني أعرف أن الأخ خالد يوسف اللي هو الله يخرب بيتك يا يوسف شاهين، ابتلتنا بالواد ده وعملوه مخرج، وهو كاذب كاذب، أساء ليوسف إدريس وعمل الياع اللي انت شايفه ده اللي اسمه سيره الباتع، اللي سرق فيه الموسيقى التصويرية بتاع الأستاذ الكبير الأستاذ راجح داود. اختلفت مسلسلات زمان، السنة دي بتتميز بأنها سرقة زي ما حصل في مسلسل الإمام الشافعي ومسلسل، في ناس معترضة في سر في الإمام الشافعي بتقول لك مريم نعوم مسيحية كتبت السيناريو بتاع الإمام الشافعي، أنا مش شايف دايرف ده خالص، وبلاش نبقى نلعب في الحتة دي. يعني إيه مسيحية كتبت سيناريو؟ خليك بس الراحة، الإمام الشافعي غلط. ليه غلط؟ مريم نعوم سيناريست موهوبة وعملت قبل كده 1-0 فيلم حلو جدا، وما فيش دايرة خالص، ثم ان النص بيتعرض على الازهر والازهر راجع الحاجات خلاص اوكي. اذا كانت هتكتب كويس ما تكتب، انا مسلم ممكن اكتب عن البابا شنودة القضية، اكتب سيناريو عن البابا شنودة كما انا اراه وكما يتفق مع رؤية الاخوة المسيحيين لي، مش عايز اكتب ما اكتبش خلاص. اما الناس راحوا لمريم نعوم تقريبا في مشكلة كده، ناس قال لك ازاي مسيحية تكتب عن الامام الشافعي؟ ده في مسيحيين كتبوا عن سيدنا محمد، وكتب من اعظم ما كتب عن سيدنا محمد. في واحده انا ناسي اسمها دلوقتي كتبت عن محمد، عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كتاب ولا اروع. كل المستشرقين كتبوا عن الخلفاء والائمه، مفيش مشاكل يعني خالص. انا اعرف واحد قسيس يسوعي اجمل ما كتب عن اللغه العربيه اسمه حاجه نخله، كتب عن جمال اللغة العربية حوالي 3-4 مراجع من أمتع ما كتب عن اللغة العربية، رفائيل نخلة حاجة كده، أنا مش متذكر الاسم لكن الكتاب عندي في المكتبة. وراجل قسيس يسوعي، بس الراجل هام عشقا للغة العربية، مفيش بلاش تخش في حكاية المسيحيين المسلمين. إنما أزمة خالد يوسف لازالت دايرة لحد دلوقتي بعد ما سرق خد موسيقى الأستاذ راجح داود، وده دفع جمعية المؤلفين والملحنين اللي لازم تحمي المؤلفين بأنها تتضامن مع راجح داود في أزمته مع الأستاذ الأخ اسمه إيه ده، هو خالد الدعاء مدعي. سرقة جديدة بقى حصلت دلوقتي، كشفتها ابنة الشاعر العظيم صلاح جايين اللي اتهمت منتجي مسلسل اسمه كامل العدد، لا شفت ولا عرفه، باستغلال أعمال والدها دون إذن أو اتفاق. وكتبت على صفحتها على الفيسبوك الأستاذة الكبيرة سامية جاهين، كتبت كل فترة نفاجأ كأسرة صلاح جاهين إن شغله بيتاخد ويتم استغلاله في إعلانات وأعمال تلفزيونية أو سينمائية بدون إذننا. لما تكون فرقة هواء على قد حالها مثلا واخدة غنوة مستخدمها في مسرحية أو عرض غنائي طبعا ما بنتكلمش، ولو إنه من الذوق واللياقة انهم على الاقل يتواصلوا معانا ياخدوا اذننا. لكن لما تكون شركه زي اورنج او فودافون او شركه انتاج كبيره في دبي للمنتج اللبناني جمال سنان زي اللي عاملين مسلسل كامل العدد، المفروض انهم يعملوا كل حاجه قانوني ويحترموا حقوق الملكيه الفكريه وحقوق الاداء العلني، مش يستغلوا شغل صلاح جايين من غير اذن ولا اتفاق. عيب يا جماعه، ما يصحش كده. تحديث تاني، لسه واخده بالي انهم حتى ما اهتموش يحطوا اسم صلاح جايين على التتر مع انهم ذاكرين اسم الغنوه اللي وزعها. انا زودت سكرين شوت على البوست، شوف كده اهو، ادي راحت كده اغنيه البيانولا تقريبا، وادي حطوا ودي فيها اسماعيل، استاذه اسماعيل دي ولا انا غلطان؟ مين سعد يونس؟ بس سعد يونس ما لهاش ذنب يعني، ما الست جت غنت. بالاضافه للسرقه دي كمان طغت على الدراما التلفزيونيه مسلسلات مليانه بمشاهد العنف والبلطجه وتعاطي المخدرات والخمور والتدخين، ده اللي قاله المرصد بتاع مكافحه الادمان اللي اعلن النهارده او امبارح في تقرير له انه خلال 10 ايام من رمضان كان في حوالي
وستين مشهد تدخين وتعاطي مخدرات في الأعمال الدرامية بإجمالي حوالي 5 ساعات. آدي رد كامل العدد أهو. أول رد من إنتاج مسلسل كامل العدد بعد اتهام ابنة صلاح جاهين باستخدام البيانولا. قالت نشرت الشركة المنتجة إن بيان توضح فيه حقيقة استغلالها اسم الشاعر صلاح جاهين. قالت بالإشارة إلى ما نشرته السيدة سامية جاهين بموقعها على الفيسبوك والذي تزعم فيه أنه يتم استغلال مصنفات البيانولا من خلال مسلسل كامل العدد دون إذن أو ورث الشاعر مؤلف هذا، وتتهم فيه منتج المسلسل والشركة بأنهم يستغلون الشغل صلاح جاهين من غير إذن والاتفاق كما جاء بمنشورها نصا، واستطردت كلامها وختامها باللوم لنا على ما فعلناه. البيان قال وحيث أن هذا النعت الذي نعتتنا به السيدة سامية جاهين في منشورها بدون التحقق منه ومن مصداقيته أو حتى الرجوع إلينا هو أمر مخالف للوقائع والقانون، حيث أن الصواب هو أن شركة إيجل فيلمز إيجيبت برودكشنز للإنتاج الفني قد حصلت على حقوق استغلال المصنف المذكور بكافة عناصره من كلمات وألحان وأداء وحقوق مجاورة خلفا للشركة المنتجة لهذا المصنف، آخذا في الاعتبار أن مؤلف الشطر الموسيقي وصاحب الاختصاص في التعاقد وأن الشركة المنتجة تعتبر مالكة المصنف ولها الحق في الاختصاص. مش فاهم أنا، طب ما حطيتوش اسمه ليه؟ طب ما الست بتقول لك ما حطيتوش اسمه ليه؟ ما حطيتوش اسمه ليه؟ طيب ماشي يعني. إنما بصرف النظر عن القضية دي هنشوف هتخلص لفين، لكن الصندوق بتاع مكافحة المخدرات بيقول حصل إنه في 5 ساعات تقريبا كلهم عبارة عن مخدرات أهو. المرصد الإعلامي للصندوق مكافحة الإدمان يعلن خلو 10 أنا مش عارف أقرأ مسلسلات من مشاهد التعاطي المخدرات والتدخين خلال أولى 10 حيار. 306% مشاهد تدخين، 4% تعاطي من المساحة الزمنية للأعمال الدرامية. رشيد وسوء الكانتو يتصدران أكثر مشاهد التعاطي، والأجهر وضرب نار الأعلى في مشاهد التدخين. طيب بالنسبة بقى لمشاهد المؤخرات أخبارها إيه؟ ده الأخ خالد يوسف تخصص، يعني الأخ خالد يوسف أول مرة أنا شفت كلاب بتتمثل، شفت يعني حيوانات بتمثل قرود، إنما أول مرة في حياتي أرى مؤخرات. شوفوا مسلسل الأخ خالد يوسف وأنتوا هتعرفوا القصة عاملة إزاي بالنسبة له. نطلع فاصل ونروح بقى إلى الفقرة القادمة. طول عمري عندي مشكلة مع رمضان، طول عمري بحس انه رمضان تقيل صعب شوية، لكن السنة دي الامر مختلف. قرب بقى شوية كده مني، قرب قرب عشان اقول لك كلمتين وصلوني السنة دي في رمضان. انا ركزت شوية في البحث عن فكرة الصيام، فلقيت ان في مجموعة من المتصوفين ركزوا على فكرة الجوع والفقر. مزعجة شوية فكرة الفقر. خليني اقول لك، والدكتور جمال اكيد سمعنا مجموعة اقاويل لمجموعة من المتصوفين عن الفقر والجوع، طول بالك واسمع. متصوف مهم اسمه ابراهيم الخواص بيقول دواء القلب 5 اشياء: قراءة القرآن بالتدبر، خلاء البطن، قيام الليل، التضرع عند السحر، مجالسة الصالحين. ركز على خواء البطن. وبيقول كمان إبراهيم الخواص الرزق ليس فيه توكل وإنما فيه صبر حتى يأتي الله به في وقته الذي وعد، وإنما يقوي صبر العبد على قدر معرفته بما صبر أو بما صبر له أو لمن صبر عليه. والصبر ينال بالمعرفة، وعلى الصابر حمل مؤمنة الصبر حتى يستحق ثواب الصابرين، لأن الله جعل الجزاء بتاع الصبر بعد الصبر مش أثناء الصبر. وبيبرر ده بيقول إن القرآن الكريم بيقول وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فالجزاء
وقع عليه بعد أن أتم حمل البلاء. وبيقول برضو الخواص: الناس رجلان، رجل وعبد. الرجل مهموم بتدبير نفسه، متعوب بالسعي في مصلحته، والعبد طرح نفسه في ظل الربوبية وكان من حيث العبودية وعلى قدر حسن قبول العبد عند الله تكون معونة الله له. ركز الخواص على أهمية الفقر، وقال: الفقر يقي النفس من قلة الوساوس. وقال على الفقير: الفقير يذهب حيث يشاء، والغني مقيد بماله. وقال: الفقير أوقاته متساوية في الانبساط لفقره، صائنا له، محتاطا لا تظهر عليه فاقة ولا تبدو منه حاجة، راحته في القلة وتعذيبه في الكثرة، مستوحشا من الرفاهات متنعما بالخشونات. لا يصح الفقر للفقير حتى تكون فيه خصلتان: الثقة بالله والشكر لله فيما ذوى عنه مما ابتلى به غيره من الدنيا. ولا يكمل الفقير حتى يكون نظر الله له في المنع أفضل من نظره له في العطاء. وبيقول إن المؤمن بيعيش الأحوال دي: الزهد، المراقبة، المحبة، الصمت، الجوع. وقال الخواص: إن الله يحب سلاسة ويبغض سلاسة، فأما ما يحب فقلة الكلام وقلة النوم وقلة الأكل، وأما ما يبغض فكثرة الكلام وكثرة الأكل وكثرة النوم. البسطامي بيقول: من لا يملك شيء لا يملكه شيء. أما بشر الحافي فيرى أن الجوع يصفي الفؤاد ويميت الهوى ويورث العلم الدقيق، ويقول المقلب في جوعه كالمتشحط في دمه في سبيل الله. الجوع مهم جدا لدرجة ظهرت ما يسمى بالفلسفة الجوعية. الحقيقة إن إحنا لدينا كلام كتير مع الدكتور جمال، وكنا فتحنا معاه الأسبوع اللي فات فكرة الفضل وفضل الله، لما ضربنا مثل بداود إنه ربنا آتاه فضل عظيم خلى الجبال تؤود معه. أنا عندي أمل، ودي آخر حلقة في الأسبوع، إننا نستكمل الفضل. لكن لفت نظري فكرة الفقر، والفقر مش بالمعنى اللي انت فاخده. فخلينا نكمل مع الدكتور جمال اللي اتكلمنا فيه الأسبوع اللي فات، وهو الفضل. إذا حب الدكتور جمال يتحدث عن فكرة الجوع أو خلاء البطن، فأهلا وسهلا. إذا ما كانش في وقت فنأجلها فيما بعد. اتكلمنا الأسبوع اللي فات عن الفضل في القرآن، وإزاي ميز الله فضله بين الأنبياء وبعضهم، والتمييز ده كان واضح جدا يا علي، واضح جدا في القرآن الكريم. فخلينا الحقيقة ناخد الجزء ده. عرفنا أن الفضل بيشمل النبوة والهداية والرزق، بل حتى أن الإسلام نفسه فضل من الله على عباده المؤمنين. بس الحقيقة أن مفهوم الفضل واسع وفي معاني كتيرة وعلاقة متشابكة مع الرحمة. ده اللي هنكمله مع ضيفنا وضيفكم الأستاذ الدكتور جمال عبد الستار، الأمين العام لرابطة علماء أهل السنة. دكتور جمال، أهلا بحضرتك. مرحبا بيك أستاذ محمد، وكل عام وحضرتك طيب. وأنت بصحة السلامة. اختار المائدة قدامك وأنت تختار. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. وما يضلونك. الحمد لله. أتكلم على أنت عايز تكلم عليه بقى. تفضل. رسول الله سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، دعني لا أدعي وأنا وأنت الفتوة ولا الإدراك الكامل ولا العلم الواسع ولا شيء، إنما نحن أدوات يسوقها الله تعالى لإرسال الهدايا والهبات والنفحات لعباده الصالحين، فيجري الله تعالى على ألسناتنا ما يشاء، وشرفنا أن نستخدم في إرسال هذه الرسالة، والعقوبة أن نحرم من أن نوصل رسائل الله إلى عباد الله تعالى.
فلست من نفحاتي أو نفحاتك عن أي شيء نتكلم، إنما نحن عبيد. الله تعالى يستخدمنا سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يديم عليه نعمة الاستخدام، فهذه من أعظم النعم. فليس عبثا يا أستاذ محمد أن تأتيك هذه الفكرة الآن، ففكرة الفقر أو الافتقار أو الجوع ليست بعيدة تماما عن الفضل، وليست بعيدة عن أن نجتمع ونحن نتحدث عن الفضل في شهر الفضل والكرم، فنحن نساق في عطايا الله سبحانه وتعالى وفي هدايات الله وفي استخدامات الله تعالى، فمرحى مرحى عطاءات الله تعالى. أسأل الله أن يفتح لنا ولك أبواب الخيرات. دعني أستأذنك في أن أقاعد لشيء ربما ينفعني هذا الموضوع إن شئت، إلا يكون أكثر. تفضل دكتور. أخي الكريم، الروح الإنسانية خلقها الله تعالى أول ما خلقها، وأخذ عليها الميثاق في رحم الغيب، فهي روح مؤمنة. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، وظلت محبوسة في علم الغيب هذا في رحم الغيب زمنا طويلا، فلما أتى موعد اختبارها نزلت هذه الروح المؤمنة في إطار رحم الأم 9 أشهر، ليستوي الجسد الذي ستختبر فيه، المجسم الطيني، القميص الذي ستسكن فيه لمدة سنوات معدودة، ثم تخرج من هذا الجسد إلى رحم أخرى، ثم إلى رحم أخرى، ثم إلى رحم أخرى. والله تعالى خلقناكم أطوارا، طورا بعد طور، ومدة بعد مدة، وحالة بعد حالة. ولكن دعني أركز على شيء، أن هذه الروح المؤمنة أول ما نزلت إلى هذا الحبس المجسم الطيني اللحم والعظم، هذا اختبارها، هذا امتحانها، هذا حبسها، هذا سجنها، هذا الحائل بينها وبين إيمانها. وبالتالي ليس أمامها إلا أحد الأمرين، إما أن تكون خادمة لهذا الجسد عابدة له تعمل في محرابه، فهي تريد ماذا يأكل وماذا يشرب وماذا يلبس وكيف يراه الناس وكيف يرى أمام الناس، وأن يعيش خادما لجسده، وهو النوع الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، هذا عبد لهذا الجسد. فيأكل في الغداء ويفكر ماذا أكل في العشاء، يأكل في العشاء ويفكر ماذا سنأكل في الغد وما سنأكل بعد غد، ثم يعيش يقضي زمنا طويلا من عمره في إعداد الطعام، ثم في هضم هذا الطعام، ثم التخلص من أثقال هذا الطعام. فهو يدور كما يدور الحمار برحاه، ليس له من همه في الدنيا إلا أن يأكل وأن يشرب. وما الأكل والشرب في فهم الإسلام إلا زاد يتزود به الإنسان ليطيع الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فالمعركة الأصيلة بين هذه الروح وبين الجسد، هو يريد أن يستعبدها فتدور في فلكه فتستخدمه، وهو في رمضان وفي الجوع يريد أن تتعالى عليه، لأنها نفس أرقى من أن تسكن هذا الجسد وأن تخلد فيه، أرقى من أن تعيش في هذه الأرض، فهي خلقت للقي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، وكأنها كانت هناك من قبل، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأعظم ما يسلط على هذا البدن الجوع، الجوع ليدرك أنه ليس المتحكم، الجوع ليست العقوبة، ولكن الجوع ليدرك أنه ليس هو المتحكم فيها، وتستطيع هي أن تقرر فيه، وتستطيع هي أن تقود، وتستطيع أن تقول له لا، وتستقيل له ليس كل ما تطلبه أنا سأنفذه، بل أنت ستنفذ، وتظل تربيه حتى يصفو لها، وهو الذي يكون خادما لها وليست هي الخادمة له. وبالتالي فكرة الجوع ألا يرتبط الإنسان بشيء من الدنيا، فهي خادمة له، والأرض خادمة له، والجسد خادم له، ولذلك هو يتوكل على الله سبحانه وتعالى، يسبح في رحاب الله تعالى، يتطلع إلى تلك اللحظة التي يخرج فيها من السجن. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: الدنيا سجن المؤمن، والسجن الدنيا بالنسبة لي هي هذا الجسد، هي دنيتي، فإن خرجت خرجت إلى الألقي. الدنيا سجن المسلم، يوم أن تخرج هذه الروح سالمة من هذا الجسد فقد نجت وقد فازت. ورآها بلال رضي الله عنه حينما جاءته الوفاة، ففي وفاته ابنته صرخت وحزنه على أبي، وهو تطلع إلى الخلاص فقال: لا حزن على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. فالنجاة النجاة خروج من هذا الجسد، والعبودية الحقيقية أن تكون خادما لهذا الجسد، والافتقار والفقر
أن تكون دائما متسلط على هذا الجسد. ليس كل ما يطلبه الجسد يأخذه، مش ليس معنى هذا أن نمتنع عن العمل أو عن الأكل أو عن الشرب، فكان صلى الله عليه وسلم يأكل أحسن ما يكون ويلبس أحسن ما يكون صلى الله عليه وسلم، ولكن فارق بين أن تكون الدنيا في قلبك وأن تكون في يدك، ويمكن أن لا يكون معك دنيا وأنت متشوق إليها. يعني ليس معنى أنك فقير أنك المتميز، وأنك غني أنك الملعون أبدا. فالعبرة ليست بما في يدك، العبرة بما في قلبك. صراعي وصراعك وصراع أي واحد في الدنيا، من يملك الآخر، من يحكم الآخر، من يتطلق على الآخر وأنت والاعتبار. لذلك كان الفقر من أعظم أنواع الهلاك. طب دكتور، يعني لما المشايخ عارفين القصة دي، يعني بنشوف مشايخ مبطرخة ورجال دين لابسين وحاجات ويملكوا وعندهم فلل وعربيات وساكنين في تجمعات سكنية غاية في الرفاهية، يعني وكأن الكلام ده بيطالبوا بيه الشعوب فقط ولكن لا يطبق عليهم. وحضرتك وأنا نملك أمثلة كتير على كيف أن رجال الدين بيستغلوا هذه النصوص وهذه المعرفة وهذا العلم لتدجين الشعوب، بينما هم ما ينطبقش عليهم الحاجات دي. يعني دعني أقول لك، في العهد القديم مكتوب نص كده، إن الله يكره الحبر السمين. إن الله يكره الحبر العالم، يعني إن الله يكره الحبر السمين. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه هو مفترض إنه هو يكون نموذج، والنبي صلى الله عليه وسلم كان نموذجا تطبيقيا عمليا في كل شيء صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما يعني جزء ما أقول بكل وضوح، ما في عصر كان في استبداد ولا طغيان إلا واستخدموا بعض المنتسبين للعلم لتبرير الطغيان. ولذلك ليس عجيبا أنك أنت تقرأ في الحديث الصحيح بخاري ومسلم، أول ثلاثة تسعر بهم النار أولهم عالم تعلم وقرأ القرآن وقرأه الناس، ويقول ماذا فعلت؟ يقول ربي تعلمت العلم وعلمته الناس وقرأت القرآن وفهمت الناس. قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على هذا خطر. وبالتالي برضه يا أستاذ محمد في فارق بين العلم بمعناه المعلومات والمعارف وبين العلم بمعناه التطبيق والتربية. جزء كبير من الناس منتسبين العلم جعلوها سبوبة بيشتغلوا بها وبيأكلوا بها زي كل أكل، لكن أصل العلم مش المعرفة ولا الشهادة ولا المكانة، أصل العلم الخشية. إنما العلم الخشية كما قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن الإمام الشافعي، إنما العلم الخشية، وقال تعالى إنما يخشى من عباد العلماء. جزء كبير من أهل العلم تعلموا المعارف والمحفوظات والنصوص والأقوال، وإنهم لم يتعلموا التربية، لم يخوضوا غمار التربية الروحية والنفسية، فكانوا نماذج هشة في الناحية التربوية يسقط أمام أي لعاعة تؤخذ له. ولذلك أهل الاستبداد دائما يستخدمون تلك الأنواع ويعرفونها، والقرآن ذكرها، وأضربناه بس الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، أعطاه علم فلم يستفد به واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. بعد أسوأ مثال في القرآن، يعني دايما بيلهث لا يشبع أبدا لا يستقر أبدا. طيب دكتور معلش، يعني برضو عندي سؤال في فلسفة ابن عطاء الله السكندري. هو بيقول بالنص كده ابن عطاء الله السكندري أنه الحق ليس بمحجوب وإنما أنت المحجوب عن النظر إليه. ابن عطاء الله السكندري مهندس العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، عنده هندسة التعامل مع الله جل في علاه. فهو يعني هو يعرف الطريق وعرف معالم الطريق وبينها في هذا الموضوع. وبالتالي قال الحق ليس المحجوب، الكون هو نفسه يقول الكون كله ظلمة أناره ظهور حق فيه. الكون كله ظلمة، لولا الله ما رأينا، لولا الله ما عرفنا، لولا الله ما فهمنا. فحينما لا نرى، يبقى نحن الذين وضعنا تلك الظلمة على نفوسنا فحجبنا أن نرى نور الله تعالى، لأن نور الله لا يحجب بشيء، إنما نحجب نحن عن نور الله سبحانه وتعالى. فنوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة أنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية يكاد زيتونها يضيء ولو لم تمسك نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء،
من حرم النور ليست المشكلة في النور، ولكنها كظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن يجعل الله له نورا فله من نور. وبالتالي دي هندسة التعامل مع الله سبحانه وتعالى. فإن حجبت عن رؤية النور فالعبرة والعلة ليست فيه، إنما في قلب أظلم أو في عين حرمها الله تعالى البصيرة، أو في نفس تدنست بحب الدنيا فلم ترى الحقائق فطالت خادمة للجسد والطين فحشرت معه في نار جهنم عفى الله وإياه. طب نرجع تاني لنفس المقولة بتاع ابن عطاء السكندري، الحق ليس بمحجوب وإنما أنت المحجوب عن النظر إليه. نعم. طب ده مش بيتعارض مع الآية الكريمة اللي بتقول فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. المرحلة اللي كنت بكلم حضرتك عنها اللي هي مرحلة اختبار أو السجن داخل الجسد الطيني لمدة زمنية معينة ثم تعود، سنرى بعد ذلك. الآية دي بتتكلم عن الموت، ساعة الإنسان يموت بيرى الحقائق، يرى قد إيه كان مخدوع، كان قد إيه كان محروم، يرى إنه كان هو مجرد مرحلة في مراحل الأرحام، رحم بعد رحم بعد رحم. فلما يرى الحقائق فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا ليس في الدنيا، إنما في الآخرة عندما يموت الإنسان يعرف كل شيء على حقيقته فيندم، ولكن بعد فوات الأوان يرى الحقائق ويرى كيف قصر مع الله. ولذلك يقول تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وقفوا على ربهم مش معناه وقفوا عليه، يعني عرفوا مقامه وعرفوا مكانه وعرفوا قصورهم، فكانت الحياء من الله سبحانه وتعالى. فيوم القيامة أو حينما يموت الإنسان فيدرك الحقائق ويدرك على حقيقتها فبصرك اليوم حديد. ولذلك يقول تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. واحد لما سيدنا يوسف عليه السلام أستاذ محمد لما قالت به امرأة العزيز ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، تلا مفسرين يقول لك رأى صورة أخوه، رأى مش عارف إيه، لكن رأى برهان ربه إنه تذكر الله، تذكر مراقبة الله، تذكر علم الله فيه، فأنار بصيرته، فتعالت روحه عن متطلبات جسده، فارتقى وارتفع وصعد وتعالى وكان أعلى بكثير من تلك الشهوة التي تحكم في الناس. طيب دكتور، كتير من رجال الدين دول بنوا اعتقادهم على أن الإيمان يكون بالقلب وليس بالعقل فقط، ولعل أبرزهم كان محي الدين ابن عربي. ابن عربي ليه مقولة بتقول من يبني إيمانه بالأدلة والبراهين فقط لا يمكن الوثوق بإيمانه، فهو يتأثر بالاعتراضات، فاليقين لا يستنبط بالعقل إنما يغترف من أعماق القلب. ده ابن عربي. أما إبراهيم الخواص بيقول دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن الكريم بتدبر، خلاء البطن، قيام الليل، التضرع عند السحر، مجالسة الصالحين. إذن المسألة مرتكزة لديهم في اعتقادهم على القلب وليس العقل، لأن الامتحان امتحان قلب، والإيمان إيمان قلب، والاختبار اختبار قلب، والقبول قبول قلب. فبالتالي أنا وأنت نصلي الآن على أحسن ما تكون الصفوف وتنظر في صلاة القيام. كنت أقول لهم الآن في صلاة القيام أقول لهم نحن إذا نظر الكاميرا لنا ونحن سجود هذه الآلاف في السجود شيء مفرح، ولكن هذا الشكل المفرح لا قيمة له عند الله، لأن الله تعالى لا ينظر إلى صور الناس وأجسادهم، ولكن هل كانت القلوب متراصة كما تراصت الأجساد، أم أن الأحقاد والأحساد والمخاصمات عشت فيها وسكنت فحجبت عنها الإيمان. ولذلك يقول تعالى فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. الحساب ربنا بيانه بيان عجيب يا رسول محمد، قال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. الله، شوف المشهد ده، شوف المشهد ده، يوم القيامة الجسد اللي كنا بنخدم عليه يأكل إيه ويلبس إيه ويظهر إيه عند الناس ويتعطل إزاي والناس يقولوا علي إيه، الكل اللي أنا عشت طول عمري خادم بيه ده بعثر، بعثر ما في القبور، بعثر ما في القبور. لكن الذي يوزن، لكن الذي يوضع في الميزان، لكن الذي يذهب به إلى تعالى ليس الجسد، ولكن أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل، شوف وحصل ما في الصدور. دي القيمة، ده الرصيد، فرصيدي ما في صدري، رصيدك من القراءة ما في صدرك،
رصيدك من الصلاة ما في صدرك، رصيدك من الإيمان ما في صدرك، رصيدك من العلم ما في صدرك. والله تعالى يحاسب الناس على بما في صدورهم لا بظاهر أعمالهم. ولذلك العجيب إن كما قلت إن أول من يصعب من الله لعبادات، لكن صدورهم لم تكن سليمة. ولذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون لم يقل إلا من أتى الله بأعمال كثيرة، ولكن إلا من أتى الله بقلب كريم. فالإيمان إيمان قلب، والامتحان امتحان قلب، والوزن هو وزن لما قلب، والنجاح بحسب ما في القلب، والقبول بحسب ما في القلب. والله تعالى لا يقبل إلا أصحاب تلك القلوب الفاسدة. ولذلك بعض الناس بيهتموا بمظهر العبادة الشكل العام ويغفل عن التربية القلبية فتضيع عليه كل شيء. يا أستاذ محمد، ده الواحد مهما عمل من العبادات لو مثقال ذرة في القلب بمرض يحرمه من الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من كبر كافيل أن يحرم الإنسان من الجنة مهما عمل من العبادات. ولذلك لابد أن ندرك أن العبادات هذه مظهر، ولكن الحقيقة ماذا في باطنها وفي نيتها. يقول تعالى مثلا عن الأضحية: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك في رمضان، فالعبرة في رمضان ليس مجرد الطعام والشراب، ولكن فما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا حضر التقوى وعاش القلب وأضيء القلب ذلك هو رمضان. ولكن إذا غاب رمضان غاب قلبه فلا قيمة الأعمال، لأنها لن توزن يوم القيامة. طيب دكتور، أعود مرة ثانية للفقر. يقول إبراهيم بن أدهم عن الفقر: الفقر مغزون في السماء. معلش وأنا بقرأ من الموبايل لأن أنا بسجل النوتس بتاع الكتاب أو الكتب على الموبايل. الفقر مغزون في السماء يعادل أو يعادل الشهادة عند الله لا يعطيه إلا لمن أحبه. فقر الفقر، الفقر إليه بالاستغناء عما سواه، فهو لا يستند إلى أهله ولا ماله ولا تجارته ولا زراعته ولا ساقه ولا وظيفته، إنما يفتقر يدخل إلى ولا إلى عمله. وأسوأ الناس من يدخل إلى الله معتمدا على عمله. أنا بصلي يا عمي، لا أنا بصوم، لا أنا أحسبني على خير ولا أزكيني، أو أنا أحسن من الناس كلها، أحسن من غيري بكثير. الله تعالى كلما ازددت افتقارا بين يديه كلما فتح لك أبواب الدخول عليه. فإن دخلت عليه متكئا على عملك أو على جهدك فقد خسرت خسرانا مبينا، لأنه ما من عمل يليق بذاته. لو أنك سجدت منذ ولادتك حتى تموت ما قمت بواجبه سبحانه وتعالى. ده هو سبحانه وتعالى يتدخل فيستر الأعمال حتى يقبلها رحمة منه وكرما وفضلا سبحانه وتعالى. وابن عطاء مهندس العلاقة الربانية يقول: لولا وجود ستره لم يكن عمل أولى بالقبول. ما في عمل يصح القبول لولا ستر الله، لولا وجود ستره لم يكن عمل أولى بالقبول. فأنت إلى حلمه إذا أطعت أحوج منك إلى حلمه إذا عصيت. أصل عبادتنا أصلا قصور، أصل عبادتنا لا تليق بذاته. أصل عبادتنا دي ممكن تكون يعني أصلا قصور، يعني تكون معصية لولا أن الله تعالى قطرها وجملها وزودها وبارك فيها فقبلها منة منه سبحانه وتعالى. وبالتالي فالافتقار الله تعالى، شوف زكريا لما دخل عليه نادى ربه نداء خفيا، ما قالوش أنا عبدك وأنا بصلي وأنا بقوم، لا، قال إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ده الإثبات بين يديه والتضرع بين يديه. والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر: إن تخزل تهزم هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. وسيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت الظالمين. الافتقار إليه غنى، الحاجة إليه عز، الاستناد إليه قوة سبحانه وتعالى، التعلق به نجاة سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يخزل كلما تعلق بالأشياء. والعجيب إن ابن عطاء في هندسته الربانية أول حكمة ضبط العلاقة دي، فبيقول: من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الذلل. من علامات انك انت معتمد انك انت راجل صالح وابن حلال وبتصلي وبتصوم انك انت لما تعصي ربنا رجاءك فيه يقل. دي كارثه. ده هو كريم ليس من اجل العاملين ولكن من اجل العاصين.
ده هو غفور رحيم، ليس من أجل الطائعين ولكن من أجل المقصرين. هو يغفر لأنك، ليس لأنك مستحق للمغفرة ولكن لأنه غفور سبحانه وتعالى. فبالتالي لا تدخل عليك متكئا على عمل ولا متكئا على بذل. من علامات اعتمادك على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل، لأنك كنت معتمد على العمل، لكن انت لو انك معتمد عليه اذا زللت تعود اليه اكثر رجاء، لانه غفور للعصاة، رحيم للمقصرين، رفيق بهم ان تابوا فهو حبيبهم وان عادوا فهو طبيبهم سبحانه وتعالى، ويفرح بتوبة عباده جل في علاه. وذلك التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى هندسة التعامل وليس مجرد عبادات ومظاهر، ولكنها خلوف تتعلق به سبحانه وتعالى. طب دكتور معانا خمس دقايق بس، انا شاغلني حاجه، الحب، المعرفه، الايمان، الثلاث مراحل دول. معروف ان السيده ربع العدويه منسوب اليها البيت الشعر اللي بيقول: احبك حبين، حب الهوى وحب لانك اهل لذاك، فاما الذي هو حب الهوى فهو فاما الذي هو حب الهوى فشوقي لذكرك حتى أراك إلى آخره. الشاذلي بيقول، أو الحسن الشاذلي: من أحب الله هان عليه كل شيء، ومن عرف الله صغر لديه كل شيء، ومن وحد الله لم يشرك به شيء، ومن آمن بالله آمن من كل شيء. إذن المحبة، المعرفة، الوحدانية، الإيمان. هل في مراحل ناخدها ولا ده اجتهاد من أبو الحسن الشاذلي؟ هي مراحل يكمل بعضها بعضا. أول العلاقة بالله محبة طبعا. حب الله سبحانه وتعالى يجعل العمل الصغير عظيم عنده سبحانه وتعالى. فالمحبة ترقي الأعمال الصغيرة فترتقي بها. فارق كبير. ولذلك أنا أرجع في دي الآية. يقول تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. المودة في القربة، العلماء كثير في التفسير يقول لك المودة في القربة يعني محبة آل البيت. لكن الإمام الألوسي له تعبير جميل يا أستاذ محمد، بيقول إن مش معقولة إن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هو طالب من الناس مقابل إن هم يحبوا آل بيته وما يليقش بيه. طب إيه يا عم الألوسي رضي الله عنك؟ قال: لا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المحبة في القربة، يعني المودة في الطاعة، يعني أن تؤدي العبادة بمحبة. فارق كبير بين أن تصوم وأن تصوم بمحبة، أو أن تصلي وأن تصلي بمحبة، وأن تذكر وأن تذكر بمحبة. فإن آية بمحبة أو سورة بمحبة أو ركعة بمحبة تسبق آلاف ركعات، تسبق آلاف الآيات. وإن سجدة بمحبة، وإن درهما بمحبة يسبق ملايين الدولارات. فالمحبة تفتح آفاق القبول مع الله سبحانه وتعالى. وإذا فتح الإنسان باب المحبة فتح له باب العمل، لأنه الله تعالى يعني إذا وجد صدق المحبة في قلبي رزق الهداية والتوفيق، فكان موفقا في قوله، موفقا في عمله، مستغنيا به سبحانه وتعالى، متحققا به. سيدنا عبد الله بن جحش في ليلة المعركة كل واحد يتمنى، فبيسأله بتتمنى إيه؟ فتمنى أمنية عجيبة. قال: أتمنى أن يقابلني في الغد رجل علج من الكفار قوي، وبعدين فيبقر بطني ويجدع أنفي ويقطع أذني، فإن قال ربي يوم القيامة: فيما هذا يا عبد الله؟ قلت: فيك يا ربي. هو مع الله سبحانه وتعالى لا بدن، مع الله تعالى لا دنيا. دي المحبة يا دكتور، والمعرفة. نعم، دي المحبة. المحبة أستم لن يحب الله إلا من عرف الله. هو هنا بيقول من أحب الله، يعني هرجع للنص تاني معلش. فأنا أنا لفت نظر النص: من أحب الله هان عليه كل شيء. طب دي مرحلة. ومن عرف الله صغر لديه كل شيء، ومن وحد الله لم يشرك به شيء، ومن آمن بالله آمن من كل شيء. هل دي مراحل؟ حالات عبودية مع ربنا، ليست مراحل ترتيبية. في كل أصل هو المحب مؤمن والمؤمن عارف، ولا محبة إلا بمعرفة. فمن يقول لي: أنت بتحب فلان ليه؟ بتحب اسم محمد ليه؟ أقول له: عشان واحد اثنين ثلاثة. فكلما ازددت معرفة كلما ازددت حبا. هي مجموعة صفات، لكن أحيانا كتير يكون العبد في حالة محبة
بيكون العبد في حالة هيام، بيكون العبد في حالة تعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال صفاته وأسمائه وقرآن وكتاب ربنا سبحانه وتعالى والكون. فهذه حالات عبودية، هذه حالات تعبد، هذه مقامات تعبد يا أستاذ محمد. الإنسان ينتقل من مقام إلى مقام، وليست بالضبط أنها درجات سلم، ولكن كل وقت له حالة معينة ممكن تدخل إليه الآن بطريق المحبة، ممكن تدخل الآن بعدها بالتأمل والتدبر، ممكن تدخل بدليل اليقين، فتنتقل من حالة إلى حالة، من مقام إلى مقام، وفي كل مقام زيادة، وفي كل مقام عطاء، وفي كل مقام علاقة. وكلما دخلت إليه من باب فتحت أبواب لا تخطر على بال، والذين جاهدوا فينا لنأتينهم سبلنا. ربنا يفتح عليك يا دكتور. وأنا ما ناقشناش الفضل، لكن أنا بس ده اللي شغلني مجموعة الملاحظات دي، فحبيت بس أطرحها مع حضرتك لعل وعسى توضحنا أكتر، لأنه بعض الناس بتزعل أو بتنزعج من فكرة الفقر. نعم، فحضرتك وضحتها. وهذا اختيار موفق والله، ورزق ساقاه الله إلينا وإلى خلق الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يرزقنا الافتقار إليه والاستغناء عن خلقه. ربنا يكرمك يا دكتور، اللهم امين. الدكتور جمال عبد الستار، الف شكر لحضرتك، كل التحية والتقدير ليك. بتقول السيده ربع العدويه في البيت المشهور اللي انا بحبه دايما والله جدا، احبك حبين، حب الهوى وحب لانك اهل لذاك، فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، واما الذي انت اهل له فكشفك للحجب حتى اراك، فلا الفضل فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. البيت الشعر ده المنسوب للسيدة ربع العدوية، بيت مؤثر جدا. على أي حال خلوني أترحم على عالم من علماء المسلمين كنت أعشقه جدا، وهو الدكتور عبد الصبور شاهين. الدكتور عبد الصبور شاهين هذا الرجل الذي اغتالته يد العلمانية في مصر معنويا. أنا أذكر أنه كان بيعلق على فيلم ربع العدوية، الفيلم اللي أخرجه عاطف سالم واللي لعبت بطولته نبيل عبيد. وأتذكر أن الدكتور عبد الصبور شاهين في حديث تلفزيوني أثنى على شيء واحد في الفيلم، على الغناء بتاع أم كلثوم من أبيات السيدة ربع العدوية. وأعتقد أنه اللي لحن القصيدة دي أتصور أنه كان محمد الموجي، وكان بصوت السيدة رحمه الله أم كلثوم. وأتذكر أن الدكتور عبد الصبور شاهين قال لقد أضاف صوت أم كلثوم وإحساسها مع اللحن ده شيء عظيم جدا للفيلم. ارجعوا اسمعوا أغاني فيلم ربع العدوية، هتلاقوا فيه هذه القصيدة الجميلة. الحلقة خلصت والأسبوع خلص، ودي آخر حلقة في الأسبوع. إلى أن نراكم إن شاء الله مرة تانية، تصبحوا على وطن حر. تصبحوا على خير.